بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الدارات المتكاملة Integrated Circuit، توصلنا في الفيديو السابق إلى أهمية دراستنا للكتلة الفعالة Effective Mass للإلكترون وللفجوات، وتحدثنا أنها فكرة كمية تعتمد في مبدأها على النظرة الموجية للجسيمات الإلكترون أو للفجوة، كما أن أيضا أكدنا على فكرة أن الإلكترون داخل البلورة أو الشبكة البلورية لا يتحرك بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتحرك فيه عندما يكون حرا في الفراغ. ولهذه الأسباب أيضا أضيف أيضا يعتمد على طبيعة المجال الكهربائي الذي يطبق عليه. لهذه الأسباب قلنا أنه يوجد عندما يعرف الكتلة الفعالة في شبه الموصل. إذن كيف يمكن المرء أن يقيس الكتلة الفعالة الإلكترونات أو الفجوات، أي منهما؟ ندرس تقرير ما يسمى برنين السيكلوترون. إذن هنا عندي نوع من أنواع الرنين المغناطيسي. طبعا ننظر إلى الإلكترون الموجود في شبه الموصل من النوع N، لنفرض أنه من النوع N، فنعرضه لمجال مغناطيسي B، عرضناه لمجال مغناطيسي مقداره B، سيتحرك الإلكترون بشكل حلقي عمودي على المجال. هذا هو الإلكترون، سيدار بهذا الشكل، طبعا يكون عمودي. لاحظ أن الزاوية بينه وبين المجال المغناطيسي هي 90 درجة، إذا سيتحرك بشكل عمودي على المجال. إذا هنا نقول نحن عندنا طبعا هنا عندي قوة لورنس كما نعلم، Q V P كما نعلم يساوي القوة الدائرية centripetal force M، و centripetal force مفروض كل الطلاب أخذوها في مستوى الفيزياء الجامعية، mn v squared over r كتلة تساوي السرعة التربيع على نصف القطر يساوي الشحنة q ضرب السرعة في ضرب المجال المغناطيسي. إذن هذه عندنا الآن معادلة. نستطيع هنا مثلا أن نلغي v مع هذه ال v بهذه الصورة، بقي عندي في واحدة في هذا الطرف، هذه البي ذهبت. إذا أنا أبحث عن الكتلة الـ MN طبعا عبر هذا المجال، تأتي الراء إلى هنا تصبح إلى جانبها، ونقسم على البي أيضا كلا الطرفين. يصبح عندي في تساوي كيو بي آر على MN، لو بدلناهما MN تساوي كيو بي آر على في. طبعا هنا لماذا هو قام بفعل هذا الشيء؟ دعونا نرى ما هي الفكرة. لاحظ F C R التردد، معروف بأن التردد للسيكلوترون هو V على 2 باي R لأنه يأخذ شكل حلقي. إذا أنا أعوض عنه هنا بهذه الصورة، من خلال العمليات الحسابية طبعا هنا تستطيع هنا أن تترك لي هذه العملية من أن V تساوي Q B R على MN. إذا أعوض هنا ال V بهذا المقدار كاملا، Q B R مع R أصبح هنا عندي R وفي الأسفل عندي R، ذهب بعضهما البعض تماما. إذن أنا بقي عندي 2 باي ام كيو بي على 2 باي ام ان، هذه هي الفكرة. إذن يصبح عندي أنا بهذا الشكل التردد اف سي ار يساوي كيو بي على 2 باي ام ان. إذن تردد الرنين السيكتروني بهذا الشكل، هذا هو قانونه، شحنة ثابتة، المجال غير ثابت، 2 باي ام ان ثابتين. اذا لاحظ على ماذا هو يعتمد فعليا، يعتمد على البي على المجال المغناطيسي المطبق، ويعتمد على
التردد، لأن عندي الشحنة والكتلة ثابتين، إذن مستقل عن السرعة ومستقل عن نصف القطر كما رأينا في مستقل عن السرعة وعن نصف القطر، وهذه فكرة مهمة جدا. إذن لأنه مستقل عن الفي والآر، يطبق مشاريع الكهربائية المستقبل بنفس التردد، غالبا ما يكون نطاقه جيجا هرتز، على شبه الموصل سيمتص الطاقة الإلكترونية مايكروويف تماما. إذن ستمتص الطاقة بهذه الحالة كما نعرف وفقا ل الطاقة لمبدأ الفوتوإلكتريك إفكت، الظاهرة الكهروضوئية، ستمتص الطاقة في شبه الموصل هذه الحالة. يحصل هذا من خلال تسريب الإلكترون مع خط تعقب وبالحفاظ على التردد في حدود جيجاهرتز. إذن نحن نسرع الإلكترون مع خط تعقب، خط التعقب تريسينج لاين غالبا ما يوضع من خلال وضع أنواع محددة من الغاز تعمل التفاعل مع الإلكترون، تعمل على الأكسدة تعطي ألوانا لطبيعة تغير حركته. يخسر الإلكترون طاقته بعدها من خلال التصادم، يحصل عند التصادمات، ثم نعيد مسارعة الإلكترون من خلال التنويع في قيم التردد أو المجال المغناطيسي كما تحدثنا. هو التردد أو المجال المغناطيسي نستطيع الحصول على الكتلة الفعالة في هذه المعادلة، يعني نستطيع أن نحولها، مثلا نستطيع أن أجلب الـ MN هنا، وضع الـ FC R هنا بهذا الشكل. إذا نستطيع أنا من خلال هذه المعلومة، من خلال هذا الأسلوب، من خلال أنا معرفتي بقيمة المجال المغناطيسي ومعرفتي بقيمة التردد المطبق التردد المطبق، أستطيع من باقي عندي ثوابت أن أعرف الكتلة الفعالة لهذا الجسيم عبر شبه الموصل، لأنه ليست بشكل عام كما تحدثنا في الفيديو السابق، كل شبه موصل له كتلة فعالة للإلكترون أو للهولز للفجوات. إذن أحبتي في هذا الفيديو تعرفنا على أسلوب حل أو قياس الكتلة الفعالة، أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلوا على الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.